Şiraz! 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 عيب قوي على الست لما تلوي على الراجل بوزه. وانتوا تسمعوا الكلام ده يا بابرة، اسمعوا الكلام ده، اسمع رشاد. عيب على الست لما تلوي على الراجل بوزه وتحسسه بالندم يا ناس انه صبح جوزه. الواحدة بتبقى وحشة قوي وبتترسم على جوزها، بتبقى رفيعة ومسلجعة والأحظ وبتتقايم على جوزها، وفي واحدة حلوة وجميلة زي العروسة لكن هتسمع كلام انتوا مذاكرين اهو، لكن هتعمل حساب جوزك، لأن كرامة الست ترجع لاحترام جوزك. ما مش كل صنف النساء خاين مالوش يابان، اقفل ايديك اقفل، من رجلة جابان وواحدة تاخد من خير بيتها واحده في الثعلب وتتحلب وتعمل لجوزها زي التعبان، وواحده تقوم من الصبح بتمشي ورا الشيطان، وواحده تسمع الفجر بالدم تقوم تتوضا وتصلي للواحد الرحمن. اللي جنبه راجل واللي صاحبه راجل، لا انا هقول كلمه واحده، حريم وللرجاله اللي بيخاف من ربنا يقوم يقف من على الكرسي نص دقيقه، الحريم والرجاله اللي بيخاف من ربنا بس، اللي بيحب ربنا يرفع ايده فوق، واللي بيحب النبي يرفع ايده الثانيه، واللي بيحب ربنا يرفع سرعانه يا ليلي يا ليلي يا ليلي.